هما المجموعة اللي هربوا من مصر ويعملون ضدها الآن. بعض الناس بيقولوا ان انت كده بتسلط ضوء عليهم وبتعرف يا جماعة احنا قدام ناس بيعملوا ضد هذا الوطن. على الاقل على الاقل ممكن الرسالة اللي احنا بنعملها توصل لمواطن واحد يفهم ان الناس دي غير صادقة فيما تفعله، وان الناس دي مستأجرة على بلدها. لو في مواطن واحد وصلته الرسالة فده يكفينا. انا هسيب حضراتكم مع تقرير بحالة إنسانية تستحق الحقيقة أن نمد لها يد العون، وهو تقرير موجه إلى السيدة وزيرة الصحة بشكل أساسي، لأنه الطفلة أمنية محمد مختار عمرها 7 سنين وولدت بدون كف يد، فأسرتها بترغب في أن تتم لها عملية زراعة كف، فبتستغيث بوزيرة الصحة أن تتجاوب وتحقق هذا الحلم وهذه الأمنية لهذه الطفلة وأسرتها. الطفلة أمنية محمد مختار، حالتها أمام حضراتكم. هنطلع فاصل بعدها لنستكمل حلقتنا عن الأجرة. من الممكن أن تكون عاجزا ماديا أو صحيا، ولكن ماذا إن اجتمع الاثنين معا؟ أنا متجوزة بقالي 9 سنين وعملت حقن مجهري، فبعد ما عملته أنا جبت توأم ملك وأمنية، فاكتشفت إن أمنية مولودة من غير كفة إيد. وهي عندها 3 سنين لقيتها بتنزف، جسمها كله بينزف، عندها نقص في الدم الابيض في الصفايح ITB. انا كانت البلازما دي ما كانتش بتخش في جسمها، كانت بترفضها، فكان بيجي تاخد حقنه غاليه. انا بقالي 7 سنين دايخه بيها، بلف بيها، ما سبتش مكان هنا في مصر الا ما روحته. هي في سنة أولى قالت لي يا ماما، أول مرة ما راحت العيال بقى طبعا كانوا معايا في المدرسة وكده، وقعد يقولوا لها إيه ده، أنت إيدك مقطوعة، أنت ما فيكيش إيد. المرض والفقر لم يكونا فقط معاناة أمنية، فزملاء أمنية بالمدرسة ولصغر السن لم يدركوا أن ما تعاني منه أمنية خارج عن إرادتها، وإنه مرض قباقي الأمراض، فأصبحت تعاني بدنيا ونفسيا. كل ما أروح المدرسة يقول لي يا أمو إيد مقطوعة، وأنا مش عايزة أروح المدرسة تاني. قالوا لي روحي تبع الأزهر أو روحي جمعية خيرية، ما سبتش حتة بصراحة. الدكاترة قالت لي يمكن تعمل الطرف الصناعي، يمكن يكون حلو ليها، فعملت الطرف الصناعي. هي حساها حاجة غريبة عليها، هي حتى قالت لي يا ماما أنا مش عايزة ألبسه، أنا نفسي يا ماما أبقى زيكم، نفسي أبقى ألعب زي أي حد، ما حدش يقول لي أنت إيدك مقطوعة أو إيدك مكسورة. بس الدكاترة قالت لي هنا ما فيش نفع، يعني العملية ديت زرع كفة بتتعمل في بلاد بره في الدول الأوروبية، هي مش هينفع تعملها هنا جوه مصر. أنا كان عندي شقة بعناها، وإحنا دلوقتي حاليا قاعدين في الأوضة والصالة دي. أنا نفسي تبقى زي ملك. تبقى زي أي حد، نفسي من عيني، نفسي أنام وأقوم ألاقيها زي أي حد، دخت الدنيا بحالها، مش مفيش حد هنا نفعني. زرع كف اليد هو ما تحلم به أمنية، وهو القادر على إنهاء مأساتها وجعلها تعيش طفولتها كباقي الأطفال. فهل ستجد يد العون أم ستعيش منبوذة وسط مجتمع نشأ على التنمر؟ سارة السعودي، 90 دقيقة، قناة المحور.